مساء الخير. شكل القانون تضيع ملامحه بعد كل اجتماع، غير أن لقاء بكركي بين أقطاب مسيحية مساء اليوم لم يتبنى مشروعا بعينه، وغاب عن البيان الختامي للاجتماع أي ذكر للمشروع الأرثوذكسي على وجه التحديد، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي يؤمن أفضل تمثيل لكل الطوائف. اجتماع بكركي حضره العماد ميشيل عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والرئيس أمين الجميل برعاية البطريرك الراعي، وغاب عنه لدواع أمنية رئيس حزب القوات سمير جعجع. وفي مجلس النواب انفضت اللجنة على تفاقم المشكلات ورمت بالكرة في ملعب الهيئة العامة، وربما كان ذلك هو الخيار الصائب الوحيد الذي اتخذته اليوم في أن سلمت خبزها للخباز نبيه بري المستحكم بالعجينة الانتخابية والمطمئن إلى وجود خميرة التصويت التي يؤمنها النائب وليد جنبلاط، وغطاء الفرن الانتخابي برمته أفرده رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عندما استشعر الخوف على المسيحيين ورماهم بورقة الضد، محاربا المشروع الأرثوذكسي قبل أن يتورط في إقراره لأنه اقتراح سيقودهم إلى الانتحار والتقوقع وسيعري أعدادهم وينزع منهم حق المناصفة ليرميهم في تهلكة المثالثة. كانت بعبدة تستدرك الشر قبل وقوعه وتدفع باتجاه توحيد الصف المسيحي حتى لا يدخل موارنة لبنان تحديدا في صراع قد يتحول حربا ويكرر تجارب الماضي عندما كانوا رأس حربة في كل حروب لبنان، وهذا القانون كان من شأنه أن يرسم مستقبلا قاتما لهم. ولأن الخطر بهذا الحجم فقد التقت الأقطاب المارونية في بكركي، ولكن هل تتوحد على كلمة انتخابية جامعة أم تعمل لغير مصلحة المسيحيين؟ وهل قرأت أن الطائفة الأرثوذكسية بأمها الروحية وأبوها السياسي قد رفضت المشروع؟ فميشيل المر تبرأ منه والمطران اليسعودي ألقى الحرمة عليه، وأجواء الرابطة المارونية لم تتبنى، فلماذا حارب الموارنة بسيف الأرثوذكس ليضربوا المسيحيين؟ أعلن البيان الصادر عن لقاء بكركي الذي جمع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ورئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أعلن ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي يؤمن أفضل تمثيل لكل الطوائف. ولفت البيان إلى أن جعجع قد اعتذر عن عدم الحضور لأسباب أمنية، مشيرا إلى أن اللقاء بحث الأوضاع في سوريا ومخاطرها على لبنان. اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تخفق في الاتفاق على تصور مشترك لقانون انتخابي وترفع المحضر إلى الهيئة العامة في جلسة الاثنين المقبل. تقرير للزميل رامز القاضي. مرتجع مع الشكر، هكذا أسدل الستار على 4 أيام من نقاش اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب بإعادة خلاصة النقاشات للقوانين الانتخابية الثلاثة، وهي القانون الأرثوذكسي ومشروع الحكومة وقانون 50 دائرة، إلى الهيئة العامة بعدما أشبعها النواب تمحيصاً من دون الوصول إلى نتيجة مشتركة في شكل الدوائر والنسبية. ختم النقاش في هذه المسائل على أن يطلى المحضر النهائي في الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين بعد الظهر. نحن رح نرفع للجان خلاصة المداولات ومواقف الأفرقاء من كل قانون ومن كل ومن موضوع العدد. طبيعي أنه ما في إجماع على شيء معين. ولولا غياب النائب ألاعون الذي انهمك زملاؤه حتى الأبعدون منهم كالنائب جورج عدوان في حضوره أو عدمه. طمنوني وصل وصل ألاعون، طمنوني أنا بقولكم أنه واصل. لكن الإخراج الذي أمنه رئيس المجلس نبيه بري بلقائه عدوان باهتا، إذ أن الجلسة لم تكن سوى جلسة باستراحات متقطعة. اجتماع اليوم بجزء منه كان مع الرئيس بري، كان الرئيس بري حريص وعنده نفس الهم تبعنا. رئيس بري يعتبر أن عمل اللجنة هو للخروج بنتائج وليست عملية استهلاك للوقت. أنا بحب طمن الجميع، كل اللبنانيين، لن يكون هناك أي استهلاك للوقت من خلال عمل اللجنة.
نائب الكتائب سامي الجميل دعا من جهته إلى كف يد الطباخين في المشروع العتيد، فيما رأى النائب سيرج تورساركيسيان في عمل اللجنة مضيعة للوقت. واليوم أصبح بإيد الرئيس بري أنه يحدد موعد لجلسة لجان مشتركة ومن ثم جلسة هيئة عامة. أنا بتمنى من كل الطباخين يوقفوا يطبخوا ويتركوا النواب اللبنانيين لمرة يشتغلوا من خلال المؤسسات الرسمية ومن خلال مجلس النواب. عدم حضور زميلنا العون ومبين أنه في تنسيق أكيد مع فريق 8 أزار تيفوتوا كلهم بهاللعبة هيدي. أول شيء للأسف ضيعنا وقت كتير وخربط البلد وخربط الرأي العام المسيحي كله وعمل نوع من الفولكلور الانتخابي. حزب الله الذي أكد عبر النائب علي فياض منذ بدء الجلسة أن لا قرار بمعزل عن حليفه التيار الوطني الحر أيد زيادة كوتا للمغتربين، لكنه رفض زيادة 6 مقاعد لأن ذلك مشكل إضافي. المسألة الأخيرة على جدول أعمالنا اللي برأيي هي الأكثر دقة وصعوبة وحساسية، وهي ما يتصل بإمكانية أو التبين إذا كان هناك إمكانية للوصول إلى نقاط تلاقي أو أرضية مشتركة أو موقف مشترك اتجاه مسألة النظام الانتخابي. أما المستقبل فأيد الطرح. 2 سريان، 1 كاثوليك، 1 درزي، 1 سني، 1 مستقبل. لا الأكثرية، توجه اللجنة بأكثر. وعلى عكس ذلك دعت القوات اللبنانية إلى خفض عدد النواب إلى 108 بحسب منصة اتفاقية الطائف. أنجز المحضر بمن حضر، لكن المطلب العوني تحقق عبر حزب الله وحركة أمل بختم هذه النقاشات وإحالتها إلى الهيئة العامة في جلسة نهار الاثنين المقبل، لكن النقاش الأصعب سيبقى في شكل الدوائر والنسبية. من أمام المجلس النيابي، رامز القاضي، قناة الجديد. رئيس الجمهورية يستمزج الآراء بشأن قانون الانتخاب، يوم حداد في شركة الكهرباء، والمناطق تفك حصار العاصفة، وأخبار أخرى في صفحة محلية للزميلة رشا الكرم. تشاور رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة مع الوزيرين السابقين فؤاد بطرس وميشيل إدي في مشاريع القوانين والطروحات الانتخابية والصيغ التي تعتبر الأفضل للبنان وتتلائم مع روح الدستور وميثاقيته. أعلنت لجنة العمال المياومين وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان يوم الجمعة يوم حداد عام في دوائر المؤسسة كافة لاستشهاد المياوم محمد أديب شاهين الذي توفي في أثناء تأديته واجبه في إصلاح الشبكة في منطقة الهرمل. وأشارت اللجنة إلى أن يوم الاثنين المقبل الذي يسبق يوم المباراة سيشهد تحركا كبيرا للمياومين وجبات الإكراء. ارتأينا كمياومين نوقف اليوم وقفة مع أهل الفقيد، مع إخواتنا كلنا الموظفين، ونذكر بخطورة عملنا ونذكر بمشروعنا الأساسي كمان اللي هو التثبيت. مشان هيك بنطالب جميع النواب اللي معتكفين عن حضور جلسات مجلس النواب، نتمنى عليهم التوجه إلى مجلس النواب. في مباريات خدمة مدنية راح تكون مفتوحة، وهيدي بتمس بجوهر الاتفاق السياسي اللي صار. لذلك نتمنى على جميع المعنيين بالاتفاقية السياسية يراجعوا بنود الاتفاقية السياسية، بشوفوا أنه الفئة الثالثة بحق للمياومين يقدموا عليها. عقب اجتماعهم إلى وزير الطاقة جبران باسيل، أعلن عمال ومستخدمو شركة كهرباء لبنان على لسان نقيبهم شرب الصالح تعليق إضرابهم بعض الوقت، لكن باسيل من جهته رأى أن التعاطي مع الأمور يجب أن يكون على أساس إعطاء كل ذي حق حقه. صار في لغط بمطرح معين يعني، وممكن هالأمور تتصحح، وهلأ حالياً رح تنرد الموازنة من إدارة من معالي وزير الطاقة لإدارة كهرباء لبنان. إن شاء الله قريباً جداً نوعد العمال إنه كل اللي انشطبوا أو اللي ألغيوا بموازنة عام 2013. العمال عم بيطالبوا بمواضيع لقينا إنه قسم كبير منها معهم حق فيه، ومدعمة بشو كان حاصل سابقاً وشو فيه بالقانون، وأمور تانية بتندرس.
استقبلت عائلة الأسير المحرر شاج عبدالله التهاني بإطلاق سراح ابنها في قاعة كنيسة سيدة الحبل بلا دنس في القبيات، حيث لفت جوزيف عبدالله شقيق المحرر اللبناني من السجون الفرنسية إلى أن المؤشرات كلها تؤكد أن الحكومة ستشارك في استقبال جورج، بالرغم من أننا لم نتلقى أي اتصال من قبل المسؤولين في لبنان لغاية الآن، مضيفاً أن موعد عودة جورج إلى لبنان يبقى رهن الاتصالات مع وزارتي العدل والداخلية في فرنسا، ونحن ننتظر جواباً من الحملة الدولية ومحامي جاك فيرجيس. لا تزال غالبية الطرقات الجبلية في محافظة عكار مقطوعة بسبب كثافة الثلوج وموجة الجليد التي تجتاح المنطقة، فقد خرج الأهالي لمحاولة فتح الطرقات بعد عجز البلديات عن القيام بالأمر بسبب كثافة الثلوج وعدم وجود جرافات تكفي، فاستعانوا بالمعاول والجرارات الزراعية. كما أقفلت لليوم الرابع على التوالي المحال والمؤسسات التجارية والتربوية، ولوحظ إقبال للمواطنين على التزود بالوقود والخبز خوفاً من تطور حال الطقس إلى الأسوأ بسبب التدني الملحوظ في درجات الحرارة. حال عكار كحال بعلبك والهرمل وزحلة، حيث قطعت الثلوج أوصال المناطق، فعمدت الجرافات لليوم الثاني على التوالي إلى فتح الطرقات الجبلية على خط واحد وتوسيع الطرقات الرئيسة، فيما عثر على جثة محمد إبراهيم الفضل مواليد 69 جثة عائمة في نهر الليطاني في بلدة الروضة بعد يومين من فقدانه، فيما توفي أحد العرب الرحل في خيمته نتيجة الصقيع مقابل مستشفى دار الحكمة في بعلبك. العاصفة انحسرت لكن البقاع ما زال بمعظمه محاصرا بالثلوج، فكيف يواجه سكان هذه المنطقة العواصف التي تضربها مرات كل شتاء؟ بلدة التويتي البقاعية نموذج عما تعيشه هذه المناطق في هذا التحقيق للزميلة نوال بري. في لبنان عرفت بأولغا، في البقاع المعزولة عن لبنان وإن لم يصل اسمها إلى أهلها بعد، فإنها بالنسبة إليهم كغيرها من العواصف التي تضرب الداخل طوال فصل الشتاء. في آخر يوم من العاصفة حاولنا الوصول إلى المناطق البقاعية. طلعنا من هون دخيل عرضك حيفوت فينا هيدا. لكن الثلوج والجليد والضباب في دهر البيدر منعنا من العبور، فعدنا أدراجنا كغيرنا من المواطنين. وفي يوم انحسار العاصفة عبرنا دهر البيدر، وفي غياب أي إنارة مخصصة لتحسين الرؤية في منطقة تعيش العواصف نصف أيام السنة استطعنا المرور بصعوبة. وعند سؤالنا عن مناطق منعزلة بسبب الثلوج لم نجد أي مشكلة، بل كمنت الصعوبات في أثناء محاولتنا الوصول إلى إحداها وهي كثيرة، فتوجهنا مع أحد أبناء المنطقة إلى بلدة التويتي. مغرزين؟ ما مش فتحين الطريق. والله؟ قطر. بلدة التويتي معزولة عن لبنان. ليه؟ لا في دولة ولا في أشغال ولا في شيء، مثل ما لكم شايفين. صرنا يومين مقطوعين وقاعدين بين الله والأرض. عند وصولنا إلى القرية فوجئنا بانتشار سكانها على الطرقات يتنفسون الصعداء بعد حبس قصري استمر 4 أيام، أما بعضهم ففضل تنشق الدخان. معزولي من كل شيء الحمد لله، من كهرباء من ماء من كل شيء معزول. والله مبسوط أنا عم أرقد كيفين بالثلجيت، بس ما في حدا يهتم فينا ويفتح الطريق. حالما وصلت جرافة تابعة لإحدى الكسارات لا الدولة، دخل الجميع منزل العائلة وما أكبر هذه العائلة. انتوا ضليتكم قاعدين بالبيت طبعا، نحن تبرنا قرار وزير الداخلية قال ما بنطلعوا من البيت، خلينا نضل ببيوتنا، بس اللي عنده أمراض واللي عنده شيء غسيل كلى وكذا بنضل ببيوتنا، بنتركهم يموتوا لحتى يصدر قرار وزير الداخلية. الكهرباء مقطوعة منذ 20 يوما، والغاز مفقود منذ فترة، والمياه مقطوعة، فكيف السبيل؟ أكل بنحطه بنجيب تلج بنحطه
مثلا لحمه والفخاد وهيك بنحطهم بالثلج وهلا هون حاطينهم على الثلجات ليه حاطين على الثلجات لحتى شنو حتى يحد وهولي هلا برا كل شيء اكل بيه لحتى انه يضل بس ما فيش كهرباء يعني باعتبار بس بدي اشكر الدوله بشغله وحده انه خلتنا نحس بجدودنا القدام كيف كانوا يستعملوا ساعه اللي يخبوا كل اللحمه ما في من ده وشوية تاج كرمال يعني نقضي حاجة مش للغسيل الأواني لنقضي حاجة هيدي زوفة هيدي زوفة من عنا من الأرض من يبسها ومن شغل بالشتاء وتكر الصبحة في بلدات أخرى تعيش الحالة نفسها لكن الطرقات المقطوعة على رغم انحسار العاصفة منعتنا من الوصول إليها عزلتهم العاصفة 4 أيام عن العالم الخارجي فاستطاعوا بإمكانياتهم المتواضعة تأمين المواد الغذائية وسبل التدفئة على الرغم من الغياب التام للماء والكهرباء والدولة من بلدة تويتي في البقاع الأوسط نوال بري قناة الجديد نواب كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة إضافة إلى وزيري الصحة علي حسن خليل وزراعة حسين الحاج حسن يجتمعون إلى الهيئة العليا للإغاثة ولجنة مسح الأضرار التابعة للجيش في حسينية حي السلم بعد أيام على إعلان منطقة حي السلم منطقة منكوبة توجه إليها بعض المسؤولين فالزيارة هذه اقتصرت على بعض الوزراء والنواب المحسوبين انتخابيا على البقاع والجنوب وزير الزراعة حسين الحاج حسن قال إنه لا يقبل أن يتطاول أحد على هذه المنطقة ومن يتكلم عن وضع المنطقة القانوني فليقل ماذا قدم لها مشيرا إلى أن هذه المنطقة حرمت منذ وقت طويل بقرار سياسي وأن الاعتداءات على النهر موجودة من أوله لآخره وليس فقط في منطقة حي السلم بعد الجولة عقد الحاج حسن مؤتمرا صحفيا في الوزارة أشار خلاله إلى أن فرق الجيش ستبدأ الاثنين بمسح الأضرار في الحي تمهيدا لرفع تقرير للهيئة العليا للإغاثة وأنه سيجري اتصالات لإصلاح الكهرباء والمياه فكلفنا رئيس الحكومة نروح لهونيك ومعنا قرار من الحكومة عبر الهيئة العليا للإغاثة وقيادة الجيش بمسح الأضرار بمنطقة حي السلم تمهيدا للدفع التعويضات المناسبة على هذا الأساس رحنا شفنا وعيننا وبقدر أقول لكل اللبنانيين اللي تعاطفوا أو اللي انتقدوا أن ما هو اليوم قائم في حي السلم أكبر من كارثة أول خطوة هلأ العميد بشير الليلة بيتلقى إن شاء الله كشف بالعائلات اللي فقدت المأوى حتى تروح تقعد كم يوم بمحل تاني ماكسيموم اتفقنا شهر حتى يكون الجيش أنجز كل الإحصاءات الأضرار حتى يندفع لهي العالم لترجع تعيش بالبؤس اللي كانت عايشة فيه لكن في معالجة تانية سريعة هي معالجة موضوع النهر اللي هي النهر نهر الغدير معلش يعني انه بحي السلم نحكى عن حي السلم فقط لا نهر الغدير في مشاكل عليه من منبعه من شهرين احد المصانع نزل من عنده تنر مش بنزين لو وضح لك نزل من عنده تنر ولع النهر بحي السلم ما حدا معه خبر فاذا بدنا نحكي عن نهر الغدير نبلش فيه بمعالجة كاملة وخلال الجولة أشار وزير الصحة علي حسن خليل في حديث إلى الأهالي إلى أن الهيئة العليا للإغاثة ستمسح الأضرار خلال أيام معدودة بمساعدة الجيش اللبناني وستدفع التعويضات بأسرع وقت ممكن كما أن وزارة الأشغال ستقوم باتخاذ تدابير سريعة لاحتواء مياه النهر الجيش اللبناني يدخل الجامعة اللبنانية في الحدث ويخرج مجموعة كانت تسيطر على الكافيتيريا وبعض مساكن الطلاب بطريقة غير مشروعة هكذا كانت أجواء الكافيتيريا في الجامعة اللبنانية في الحدث مخالفات بالجملة لا تحترم أدنى معايير هذا الصرح الأكاديمي وهذا التقرير كانت قد بثته الجديد في 20 الماضي ويظهر جزءا من المخالفات لا سيما مسألة الأراجيل الصورة اليوم تغيرت بعد دخول قوة من الجيش بطلب من إدارة الجامعة لإخلاء إحدى هذه الكافيتيريات بعدما انتهى عقد الاستثمار بحلول العام الجديد وبسبب الإجراءات التي منعت التصوير حصلنا على هذه الصور التي التقطها بعض الطلاب
قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا قالت فيه إنه بناء على طلب من إدارة الجامعة اللبنانية قامت قوة من الجيش بإزالة المخالفات في مباني الجامعة في الحدث ومحيطها، حيث أوقفت عددا من المخالفين وضبطت بحوزتهم بعض الممنوعات وأعيد الوضع إلى طبيعته، فيما تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع القضائية المختصة وبشر بالتحقيق. إدارة الجامعة كانت قد أصدرت بياناً من ناحيتها أشارت فيه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة في عقد الاستثمار المطاعم في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية، وبعد إعداد دفتر جديد للشروط لإعادة التلزيم وتداركاً لأي أمر قد يحدث بعد وضع اليد على أحد مطاعم الجامعة بطريقة مخالفة للقانون، قام الجيش بحماية هذه المطاعم ريثما يعاد تلزيمها. بعض الطلاب أشاروا من جهتهم إلى أن مجموعة معينة تسيطر على مطاعم الجامعة وبعض مساكن الطلاب بطريقة غير مشروعة وتقوم بممارسات مشبوهة، ما دفع بعض الأحزاب إلى رفع الغطاء عن المخلين، لا سيما أن هذه المجموعات كانت تفرض نوعا من الخوات وتحاول فرض سيطرتها على أنها جزء من قوى الأمر الواقع. أهلا بكم من جديد. اجتماع جنيف الثلاثي ينفض عن عدم اتفاق روسي أمريكي بشأن الأزمة السورية، والمجلس الوطني السوري يطرح مشروعه من تركيا لمرحلة ما بعد الأسد. إذا كنتم تسألون عما إذا كان الحل قريب المنال فأنا لست واثقا من هذا. بهذه العبارة لخص المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للصحفيين الوضع في سوريا، وذلك عقب الاجتماع الثاني الذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في جنيف في غضون شهر، وبحث فيه الأزمة السورية مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز. الإبراهيمي وفي بيان مشترك تلاه بعد المحادثات المغلقة جدد التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع وعلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي، يستند إلى بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 من يونيو حزيران عام 2012. And we all stressed the need for a speedy end to the bloodshed, to the destruction and all forms of violence in Syria. لم يجري التوصل إلى اتفاق بين الأمريكيين والروس بشأن سوريا، لكن كل الجهات أكدت الحاجة إلى حل سياسي لا عسكري للأزمة، وهذا ما نشدد عليه أيضاً. فالمجتمع الدولي الواسع وأعضاء مجلس الأمن قادرون على تحقيق انتقال الحل الفعال في سوريا. كذلك أكدنا في اللقاء ضرورة وقف العنف في سوريا، وأكدنا أن الحكومة الانتقالية التي ستدير الفترة الانتقالية فقط يجب أن تتمتع بصلاحيات كاملة، ونشير هنا إلى أن أعلان جنيف هو أساس الحل في سوريا. ومن تركيا أعلن رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا عن تقديم المجلس مشروعه للائتلاف الوطني للمعارضة السورية للمرحلة الانتقالية لسوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن المجلس تلقى من الائتلاف ردود فعل إيجابية جدا على المشروع. إن الخطة مستندة إلى الشعب السوري وتبدأ برحيل الأسد ونظامه. إن عدم وجود ضمانات دولية ومالية يؤخر إطلاق الحكومة الانتقالية. إن تزويد الثورة بالسلاح أمامه عقبات كثيرة، إلا أننا سنبقى نطالب بحقنا من أجل ذلك. واجتماع جنيف الثاني لم يأتي بجديد. وفي آخر التطورات العسكرية، سيطر مقاتلو المعارضة السورية الجمعة على أكبر مطار عسكري في شمال سوريا بعد أيام من المعارك العنيفة وبعد انسحاب عدد كبير من عناصر وآليات قوات النظام منه بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس بريس إن مطار تفتناز هو أول مطار عسكري مهم يخرج عن سيطرة النظام وأكبر مطار عسكري في شمال سوريا. أشار المرصد إلى أن المقاتلين المنتمين إلى جبهة النصرة وكتائب أحرار الشام والطليعة الإسلامية وكتائب أخرى استولوا على آليات للقوات النظامية بقيت فيه، وبعد سقوط المطار شن الطيران الحربي السوري غارات عدة عليه. ونفى التلفزيون السوري المزاعم بأن المطار وقع بأيدي الثوار، وقال إن القوات الحكومية صدت هجوما للإرهابيين على القاعدة الجوية، وذكر أن الحراس في تفتناز أوقعوا خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين حيث قتلوا عددا وأصابوا آخرين بينما فر الباقي. مخيم الزعتر الذي يؤوي النازحين السوريين في الأردن نموذج آخر عن معاناتهم. تقرير للزميل معن أبو دلو. كارثة إنسانية حلت في مخيم الزعتر للاجئين السوريين في الأردن. أكثر من 65 ألفا داهمتهم فيضانات عارمة
هدمت خيامهم وشردت عائلاتهم. برد قارس مميت، لا وسائل للتدفئة، لا غذاء ولا دواء، وأطفال يمرضون ويموتون. تدفئة ما في، غاز ما في، كسرنا كرفانات وعدنا فيهن، حمامات، مطابخ ما في، الخيمة اللي تعبت مي، العرب وينن؟ العرب وينن؟ يعني الحذاء اللي بيسوى برا دينار هون عم ينباع علينا بالاستغلال بالتجار الأردني بدينارين، البطاقة تبع التليفون حقها بما يعادل دينار و35 قرش، عم ناخذها هون ب 225 ليرة سوري، بما يعادل دينارين، وشعب ما معوش مصاري، حصرا بدهم يدخلوا عن طريق التجار الأردنية، طيب ليش الاستغلال هذا؟ هسا هذيك النهار قلنا لهم بدنا الكرفانات، قالوا روحوا اخلعوهن وقعدوا فيهن، شو نخلعهن ونقعد فيهن؟ طيب بدون تخديم، لا مياه، لا مي حلوة فيه، لا مي مالحة فيه، لا تدفئة فيه، لا مطابخ فيه، على شو بدنا نقعد؟ أكل ما فيه مثل الخلق، بيوزعونا برغل ورز، ليش بدنا إياه البرغل والرز؟ ليش بدنا إياه؟ ها؟ على شو بدنا نطبخه؟ لكن الأحوال الجوية القاسية لم تكن الكارثة الوحيدة في مخيم الزعتري، فقد شكى السوريون من تقصير في دور الأمم المتحدة ولوم للسلطات الأردنية في توفير كافة الخدمات الإنسانية، حتى طلبات العودة إلى سوريا تلقى الرفض من الحكومة الأردنية. قعدونا بالمخيم السعودي صار لهم شهر، هذا مخيم سعودي جديد ما هوش مخدم زيادة، لا تدفئة لا إنارة ولا أي شيء، ومبارح المي طافت للركبة علينا للركبة. طلعت هريبة من هون، طلعت هريبة من هون، غصبا عني طلعت، اليوم جابوني، صار لي 4 أيام بالأمن، اليوم جابوني على الزعتري، والخيم طايفة، هاي خيمتي ورا المشفى السعودي، والبنت تعبانة، وين بدي أروح؟ ها قاعد من طالب الأمم المتحدة وهاي ما حدا بيرد علينا، يعني على الأكل اللي بيعطونا إياه، اللي بيعطوني إياه كل 16 يوم طرد، يلا هاي أكلكم. يعني طلبنا طلب عودة ما فيش طريق، بقولك ما فيش طريق. الأوضاع شو الأوضاع؟ يعني عبارة عن سجن أبو غريب منطقة ثانية. إحنا على واجبنا تودونا عائلات على سجن أبو غريب، على هون مخلين شاربين أمين وهناك مخلين شاربين أمين، بس المشكلة هناك مش عائلات. المخيم السعودي بدوره لم يرتقي بتقديم الخدمات للاجئين السوريين، فلا إنارة ولا تدفئة، جوع وبرد وأمراض رافقتها نداءات الآلاف من أجل إنقاذهم باسم الإسلام والعروبة. مع أبو دلو، مخيم الزعتري. أهلا بكم جديد، ننتقل لمتابعة آخر أخبار النشرة الفنية. شادي كيفك؟ الحمد لله تمام. منيح، شو عنا أخبار؟ اليوم رح نحكي عن الإعلامة جورج قرداحي يلي بالمبدأ حسم قراره بالترشح للانتخابات النيابية، بيملك قاعدة بتفوق المليون، طالما هو مشهور بالمليون فأكيد يعني كتار بيحبوه. على كل حال صندوق الاقتراع هي عربياً. لا أكيد بالنهاية هذا الشيء بس بتقرره صناديق الاقتراع. رح نحكي عن هذا الموضوع أيضا، كمان رح نحكي عن تعاون بين الأمم المتحدة والفنان أولى سعادة نخلة لوقف القتل يلي عم بيصير يلي هو انتهاك لحقوق الإنسان، وأيضا كمان رح يكون في مجموعة من الأخبار كلهم رح نتابعهم سوا. يلا تفضل. أهلا بكم. نشرت جريدة الأخبار أن التيار الوطني الحر أضاف اسم الإعلامي جورج قرداحي إلى قائمة مرشحيه المحتملين إلى الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة كسروين. وفي اتصال مع جورج قرداحي أكد لنشرتنا أنه فوجئ بتسرب الخبر، مؤكدا أنه صحيح، خصوصا أن علاقة يسودها الود تجمعه بالعماد ميشيل عون، إضافة إلى توافق في وجهات النظر حول نقاط سياسية عدة، منها الموقف تجاه سوريا ودعم المقاومة اللبنانية، إضافة إلى أمور داخلية مهمة. ومن ناحية أخرى، أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع وزير الثقافة جابي ليون والفنان أولى سعادة نخلة عملا فنيا بعنوان ضد القتل، تأكيدا لحق الإنسان في العيش بسلام. لازم نلاقي طريقة غير القتل، فينا نحكي ونتفاهم في عنا عقل، مش لازم تقتلني ولا أنا اقتلك، شو مكان السبب منلاقي له حل. لأن الحق الأساسي للإنسان في العيش بسلام دون التعرض للعنف والقتل هو من شعارات الأمم المتحدة، جرى إطلاق أغنية من أجل السلام بعنوان ضد القتل من كلمات وألحان وغناء الفنان أولى سعادة نخلة، وذلك بحضور مدير مركز الأمم المتحدة في بيروت بهاء الكوسي وبرعاية وزير الثقافة جابي ليون. القتل وإنهاء حياة الآخرين لأي سبب
من الأسباب ليس هو الحل، لأن القتل هو صفة غرائزية وحاجة يومية حيوانية بامتياز، مع احترامي للحيوانات، لأن الحيوان يقتل فريسته لسبب واحد فقط ليأكل. أما نحن فلماذا نقتل؟ لتكن صرختنا هذه بداية جادة لمرحلة جديدة في تاريخ التصدي للقتل والعنف، ولنتذكر ونذكر أنه لا داعي لأن نقتل، لا من أجل الحرية ولا من أجل الديمقراطية ولا من أجل السلطة ولا المال ولا بسبب الفقر ولا الحقد والظلم ولا من أجل الشرف ولا من أجل ولا باسم التجارة ولا لأسباب وأسباب ولا حتى باسم الأديان أو حقوق الإنسان ولا حتى باسم الله، لأن الله هو المحبة، هو الرحيم، وهو من كرمنا بالإنسانية. حيوان بيقتل بياكل، حيوان بيقتل بيعيش، نحن بنقتل بلا ما ناكل ولا ما نقتل فينا نعيش. الهدف من هذا العمل هو التذكير بالمثل العليا للسلام والتخفيف من حدة التوترات وأسباب الصراعات ووقف الأعمال العدائية ونبذ العنف والقتل بأشكاله. وبما أن الأمم المتحدة قد قامت أساساً من أجل السلام والأمن وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب والعنف بكل أشكاله، فهي تتصدر الصفوف في مكافحة ووقف وإدانة كل أعمال القتل غير المشروعة. في عام 2010 وصل إجمالي جرائم القتل في العالم نحو 468 ألف جريمة، أي ما يقرب من 500,000 جريمة قتل في العالم، أكثر من ثلثها في أفريقيا، أي بنسبة 36%، و 31% في الأمريكتين، و 27% في آسيا، و 5% في أوروبا، وواحد في المئة في منطقة المحيط الهادي. الحد من القهر عم نقتل، من الظلم من الفقر عم نقتل، باسم النظام عم نقتل. يا شعوب العالم فيقوا، باسم التجارة عم نقتل، كرمال السلطة عم نقتل، باسم الأديان وحقوق الإنسان، باسم الله عم نقتل عم نقتل. وفي البانوراما الفنية، أصالة ترد على ميادة الحناوي، تزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل سوزان تميم، إليسا غارقة بالتهاني، وجوائز تكتسح هوليوود. صرحت ميادة الحناوي في حلقة البارحة من برنامج بعدنا مع رابعة أنها لا تحب ذكر اسم أصالة لأنها فقدت هويتها لكونها خانت بلدها سوريا، وأشارت ميادة إلى أنها ليست صديقة أصالة وحتى لا تعرفها، واعتبرت أن أصالة أصيبت بداء العظمة حيث أصبحت تعتقد أنها أعظم من السيدة أم كلثوم. وفي الوقت ذاته غردت أصالة التي كانت تشاهد الحلقة على تويتر كاتبة: شوفوا ميادة الحناوي على الجديد، طبعا جيبوها تحكي علي، بس وحياة بابا مني زعلانة منه، تعيش وتحكي عنه. تلقى النائب العام المصري بلاغا ضد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان ونائبة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي فريدة الشمالي بتهمة تزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل سوزان تميم التي لقيت مصرعها في تموز من العام 2008. وبحسب ما نشرت جريدة الأنباء الكويتية، أفاد البلاغ بأن خلفان وشمالي قاما بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل سوزان تميم التي قتلت في دبي، والتي اتهم بقتلها هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري. معروف عن نجمة الخليج الأولى أحلام أنها صاحبة شخصية قاسية وصعبة، لكن الحقيقة معاكسة، ففي داخلها فيض من الطيبة والتواضع، وقد ظهر ذلك جليا من خلال فيديو يظهر أحلام تدلل خادمتها وتقدم لها الهدايا بعد عودتها من رحلة مع زوجها مبارك الهاجري في تركيا. هذا الفيديو لقى أعجاب جمهور أحلام الذي أثنى على تواضعها وعفويتها. عبد الرحمن هو اللي يدق الباب، يقول افتح الباب يا بيا يا بيا. هابي نيو يير.
كل سنة وانتي طيبة. انتي أكثر. إن شاء الله العمر كله يا بيا. يا حبيبتي عبت وايد. بيا طبعاً ما رضت تروح معانا، ليش ما جيتي معانا يا بيا؟ عشان كانت تستانسين بروحك. تبغيني أستانس بروحي؟ الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك، سبت أنا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقولك يا حبيبي حياتي أنا ملكي. تلقت إليسا سيلاً بالألاف من التهاني بعد صدور كليبها الجديد أسعد وحدة الذي طال انتظاره، وجاءت النتيجة على قدر التوقعات مع المخرج سليم الترك الذي كسب الرهان فأبدع في وضع إليسا في صورة جميلة مفعمة بالحياة والسعادة والعفوية، وهذه مشاهد من الكليب. وفي هوليوود تصدر فيلم لينكولن قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار، حيث جرى ترشيحه لاثنتي عشر جائزة، ويتنافس هذا الفيلم الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ على جائزة الأوسكار مع أفلام أخرى منها لايف أوف باي، لميزيرابل، أرجو، أمور وغيرها. ورشح ستيفن سبيلبرغ مخرج لينكولن لجائزة أفضل مخرج. ومن ناحية أخرى حقق النجم الأمريكي بن أفليك نجاحا باهرا في حفل توزيع جوائز النقاد الأمريكية، وذلك بفوزه بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه أرجو الذي نال بدوره جائزة أفضل فيلم. وذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة إلى آن هاثواي عن دورها في فيلم لميزيرابل، فيما فاز فيلم سكاي فول بثلاث جوائز. والمثير للدهشة أن فيلم لينكولن الذي حقق أرقاما قياسية بترشحه لثلاثة عشر جائزة لم يفز إلا بثلاثة جوائز، هي أفضل ممثل وأفضل نص وأفضل موسيقى تصويرية. رأت هذه هي نشرتنا الفنية لليوم. يعني شو بدي أقول، يعطيك العافية، دايما حلوة ومنوعة وشاملة من هون، يعني من كل وادي وردي. ثانك يو. شو عنا هلا؟ لقطة اليوم. يلا. شو منشطين اليوم؟ عسى عسى احنا كثير منشطين. كل يوم مشروع جديد. هلا اليوم شو بتبحثوا؟ وي مي ابري 5 اور اون ايت ديجا دودون. لا منك بسوريا؟ لا ناطرين اخبار منك نحن. نشاطكم عم بيعم على الجميع. ايه كثر خير الله. اليوم شو اللي اليوم نحكي بالدوال 50. يا استاذ الابجدي خفف لي هالعصبيه، بيقولوا انك معلم جنال عندك ثالث عين. اكثر من هيك شو بدنا نعمل فوق؟ اليوم البحث بالدوائر الخمسين. يلا يلي اتفقتوا معهم امبارح اليوم تختلفوا معهم، تختلفوا مع يلي امبارح اتفقتوا. يا حسان يعطيكم العافية. كان في نشرتنا قانون لكل الطوائف في لقاء بكركي الرباعي، وفي ساحة النجم لا اتفاق، العاصفة انحسرت والحصار لا يزال قائما، دويتي معزولة، لقاء جنيف الثلاثي مكانك راوح، وتفتناز بيد المعارضة. تابعنا في النشرة الأمم المتحدة ولبنان ضد القتل. باسم الأديان وحقوق الإنسان، باسم الله عم نقتل عم نقتل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.